من هي البلد العربي الوحيد التي شاركت في الحرب العالمية الثانية وكانت تقاتل بجانب ألمانيا؟ الجواب هو العراق. من هو الرئيس العربي الوحيد الذي رفض الإمضاء على إعدام صدام حسين؟ الجواب هو الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. ما هي البلد العربي التي تتحكم في ثاني أكبر احتياطي للنفط في العالم؟ الجواب هو المملكة العربية السعودية. من هي أول دولة في العالم تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية؟ الجواب هو المغرب، وذلك عام 1777. ما هي البلد العربي التي يحصل فيها المواطن على أعلى دخل في العالم؟ الجواب هو قطر. ما هي اللهجة العربية التي يفهمها أي مواطن عربي؟ الجواب هو اللهجة السورية.